صباح الخير، كيفكم بنات؟ شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله رح نقضي يوم مع بعض ورح صور لكم كل شيء. انا اول شيء رح اغسل بشرتي بهذا الغسول اللي حكيت لكم عنه من قبل، ورح استخدم معه جهاز فوريو. وراح فرش اسناني، بعد هيك راح احط من هذا المرطب ببنتين على كل بشرتي. راح استخدم هذا المرطب من هيمالايا، ارطب فيه شفايفي، وبعد هيك راح استخدم هذا السان بلوك. راح اسوي هيك فطور سريع، راح اعمل كورن فليكس اسرع شيء وبس. رح أبدأ أفطر وأشوف مسلسل اللي بشوفه هالفترة، عروس بيروت. إنك أنت رح تصيري كنة عيلة الظاهر وبتتصرفي على الأساس، فهمتي؟ وهلأ بعد الفطور بحب أعمل كوفي. صار وقت الرواق، رح اقعد اشرب الكوفي تبعي ورح اكل من هذا الكوكيز الصحي. هذا كوكيز شوفان، كتير صحي. ورح اقرا الكتاب تبعي اسمه استر، كتير حلو هذا الكتاب وبنصحكم انه تقرأوه، كتير حلو. هو بيحكي عن قانون الجذب وكيف تجذبوا الاشياء اللي انتم بدكم اياها لكم. كتير حلو وبس. وهلأ طلعت، رح نروح نتمشى شوي وبعد هيك رح اشتري شوية اغراض للبيت وبس. وصلنا لهالمكان الروعة، شوفوا هي، الله شو بحب اني اركبها هيك يوم ان شاء الله، كثير بحبها. ورح نتمشى هون. وهلا وصلنا على السوبر ماركت ورح نشتري شوية اغراض للبيت. طبعا هاد احلى قسم عندي، اتوقع احلى قسم عند الناس كلها. وراح اخذ هاد الشيبس لانه كثير بحبه وخفيف وما فيه زيوت كثير. وجينا هلا على دبان اللي بالنخله، وعاملين مثل الحفلة هون، الأجواء كتير حلوة. وبعد هاد كله طبعاً لازم كوفي. وهيك رجعت على البيت وصار وقت العشاء. طبعا قبل ما انام لازم اهم شيء انه نشيل الميك اب، فراح اشيل الميك اب تبعي وراح استخدم كارنيه وراح استخدم معه هيك قطنه واشيل الميك اب تبعي. وطبعا خلص بعد ما اشيل الميك اب تبعي راح اغسل بشرتي بنفس الغسول اللي غسلت فيه اليوم الصبح، وبعد هيك راح ارطب نفس الشيء ببانثين. هاي الثلاث اشياء صراحة ما بستغنى عنها ابدا، كثير بحبهم. بعد هيك رح ارطب جسمي باي مرطب عندي وارطب شفايفي من هيمالايا. رح استخدم اي معطر للجسم عندي، رح استخدم هذا اليوم من فيكتوريا سيكريت، كثير بحب ريحته، ريحته نظافة.
بس يا حلوين، هيك بكون خلصت معكم فيديو لليوم وخلصت روتيني قبل النوم البسيط اللي مش معقد ابدا. بتمنى هالفيديو يكون عجبكم وهاللوك هذا من الفيديوهات عجبتكم، وان شاء الله بشوفكم فيديو جاي. سلام، تصبحوا على خير.